أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن التسرب الهائل من خط أنابيب نورد ستريم في بحر البلطيق كان عمداً ومقصوداً، متهماً موسكو بنشر ما أسماه الأكاذيب. لقد كان الأمر عملاً تخريبياً متعمداً. الروس ينشرون الآن معلومات مضللة وأكاذيب. نعمل مع حلفائنا للوصول إلى حقيقة ما حدث بالضبط، وبدأنا بالفعل مساعدة حلفائنا على تعزيز حماية البنية التحتية الحيوية. الولايات المتحدة بحاجة إلى مزيد من المعلومات حول الحادث. نعتزم إرسال غواصين إلى مكان الحادث للمساعدة في التحقيق.